سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه الصورة عرضتها وكالة ناسا بتاريخ 17/4/2022. أيها الأحبة، انظروا معي، هذه طبقات الغلاف الجوي هنا. أيها الأحبة، هذه طبقات طبعا الأرض هنا هي تظهر باللون الأسود. هذه هنا الأرض باللون الأسود، وهذه الطبقات البرتقالي والأصفر ثم الأبيض ثم الأزرق. وهذا الجسم الذي يظهر هو مكوك فضائي أيها الأحبة، يسبح حول الأرض. سبحان الله، انظروا، هذا مكوك فضائي يسبح هنا فوق الأرض. الغلاف الجوي أيها الأحبة، يعني هذه الصورة واضحة، أنا وجدت من أوضح الصور للغلاف الجوي. انظروا، بعد اللون الأزرق هنا يخيم الظلام، بعد اللون الأزرق يخيم الظلام. هنا أحبتي في الله تدرج للطيف الضوئي من الأحمر فالبرتقالي فالأصفر كذا إلى اللون الأزرق والبنفسجي، واللون الأبيض نراه في الوسط في مركز هذه الألوان. طبعا يقول العلماء أيها الأحبة من موقع وكالة ناسا إن هذا الغلاف الجوي ضروري جدا لحماية الأرض، يحميها من النيازك ومن الإشعاعات الكونية ومن الرياح الشمسية القاتلة. كثير الفضاء الخارجي خطر جدا أيها الأحبة، لا تظن أنه مكان آمن، خطير جدا، حارق، عندما تغادر الأرض يمكن أن تحترق إذا لم تدرس المسار جيدا. هذا الغلاف الجوي، يعني أنا عندما أتأمل هذه الصورة أتذكر آية عظيمة في القرآن. الله تعالى في هذه الآية لم يغفل الحديث عن أهمية الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بالنسبة لنا هو أول طبقات السماء. الغلاف الجوي أيها الأحبة هو الطبقة الدنيا، هو الجزء الأقرب لنا من السماء الدنيا، إذن هو جزء من السماء، جزء من منظومة السماوات السبع. فإذا الغلاف الجوي هو السماء. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله حفظنا بوجود هذا الغلاف الجوي الذي هو طبقة مهمة من طبقات السماء، وهذه السماء أي الغلاف الجوي محفوظ بأمر الله، لا يتبدد ولا ينفلت على الرغم من السرعة الهائلة لدوران الأرض، وعلى الرغم من كل الأخطار المحيطة بالأرض، إلا أنه محفوظ يبقى محيطا بالأرض. على عكس القمر، كان له غلاف جوي وتبدد. المريخ، كثير من الكواكب كان لها غلاف جوي، لم يصمد أمام العوامل الكونية العنيفة. على الرغم من أن الأرض محاطة بمجموعة هائلة من النيازك، الرياح الشمسية القاتلة، مجالات كهرطيسية قوية، أشعة كونية، جسيمات تأتي من النجوم، شيء يعني عالم قائم بذاته خطير جدا، هذا الغلاف الجوي يحمينا كما تقول وكالة ناسا، يحفظنا. والقرآن يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا الغلاف أيضا يؤمن لنا الغذاء والرزق، وإلا لو لم يكن هناك غلاف جوي ستخرج المياه وتتبخر وتخرج خارج الأرض. هذا الغلاف الجوي هو مثل السقف، سقف يعكس هذه الأبخرة من المياه، يكثفها ويعكسها على شكل أمطار، يعكس موجات الراديوية والموجات اللاسلكية. أنا كيف أتواصل معكم اليوم لولا وجود هذا الغلاف الجوي؟ لا نستطيع التواصل عبر
الإنترنت مثلا أو عبر الأقمار الاصطناعية أو غير ذلك. لذلك سمى القرآن هذا أيضا، قال والسماء ذات الرجع، ترجع لنا المطر وترجع الحرارة لكي تبقى الأرض محافظة على درجة حرارة معتدلة. انظروا إلى القمر ليس له غلاف جوي، عندما الوجه المشرق أو المقابل للشمس ترتفع فيه درجة الحرارة أكثر من 100، على الوجه المقابل تنخفض لمئة أو 80 درجة تحت الصفر. يعني لا تستطيع الحياة في مثل هذا الجو. هنا على الأرض هذا الغلاف الجوي، يعني الله يدللنا، يرعانا، يحفظنا، يحبنا. عندما سخر لنا هذا السقف لنحتمي تحته، وبالفعل العلماء يقولون هذا، هناك درع واقي للأرض، درع سقف نحتمي تحته. القرآن سماه سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا على التفكر. وأقول لكم أيها الأحبة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، أن يعيننا على التفكر والعمل بهذه الآيات. ويجب أن نقول عندما نرى السماء: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.